خلال الفترة دي كنتي طبعا طفلة، يعني من أول فيلم الحفيد بقيتي مشهورة، يعني عرفتي طريق الشهرة. احكي لي بقى، يعني كنتي عاملة ازاي في المدرسة ومع جيرانك ومع أصحابك ومع العيلة؟ هي الشهرة سلاح ذو حدين. الشهرة طبعا جميلة جدا، لكن للأسف الشديد بتقيد حرية الإنسان بطريقة غير عادية. في المدرسة وفي الشارع، كل ما تمشي في مكان مش دي اللي مثلت في فيلم كذا، مش هي دي الممثلة، ويوقفوكي ويسألوكي وحاجات كده، فتعرفة ما كنتيش بحريتك. وإحنا طبعا كطفلة لازم تعيش حياتها بحرية، لكن انا ايدتني جامد قوي، فموضوع تعبني شويه. كانت بتضايقك الحته دي؟ الموضوع ده ضايقني كتير. وفي المدرسه كنت مميزه مثلا، يعني كانوا بيميزوكي بيحبوكي؟ يعني بصي، عشان ممثله فكنت مشتركه بقى في الاذاعه المدرسيه، كنت مشتركه في الكورال والموسيقى، وكنت في الحفلات والتكريمات والحاجات دي، طبعا عشان ممثله فبتعمل صيت للمدرسه جامد قوي. لكن انت في الفتره دي، يعني طول الفتره دي كتبوا عنك يعني ان انت فاتن حمامه القادمه، صح؟ انا مسلسل إلى دمى الحزينه عمل ضجه جامده جدا، وهو تمثيلي فيه شافوا اني انا فاتن حمامه الجايه. فالصحفي كتب عني ده في المجلة. وبعدين بعد ما كتب ده كله قال يا رب بس هي ما تشوفش المقالة دي عشان ما تتغرش. بس ساعتها كنت انا خدت القرار ان انا اعتزل التمثيل وما اكملش. يعني ساعتها رغم ان انت يعني تنبؤولك بالمستقبل، انت اللي قررتي يعني، مش حد من الاسرة؟ لا انا اللي قررت. وانت كان عندك 12 سنة؟ طب ايه الموقف اللي خلاكي قررتي انك تقفي، رغم ان انت يعني شهره وبتاخدي خدتي بطوله وادوار كبيره وناس بتكتب عنك، ويعني ايه اللي خلاكي تاخدي القرار ده؟ هو انا رغم الشهره والبطوله وابتديت امشي في طريق، يعني حطيت رجلي على الطريق الصح خلاص، وابتديت ايه يعني اثبت نفسي. لكن انا ما كنتش قادره ان انا اوفق بين المدرسه والدراسه وما بين الشغل. التمثيل كان صعب شويه، والادوار بتبقى صعبه، لان انا عانيت فعلا جامد جدا، وخصوصا في فيلم سكر. انا كان بيجي ياخدوني من المدرسه ونروح التصوير واعمل الواجبات بتاعتي واذاكر وكله في الاستوديو، وساعات اوقات كنا بنصحى لغايه 2 و3 الفجر في تصوير. فكان موضوع مرهق وصعب شويه. الارهاق والتعب بتاع فتره الشغل خليتك قررتي انك ما تكمليش؟ ما كانش ينفع ان انا استمر بالطريقه دي، كان لود عليا جامد قوي. والاسره يعني تمام؟ كانوا قالت لك ما وافقت بحريتي اخد القرار بنفسي، ما حدش ضغط عليا او قال لي اي حاجه. ومن ساعتها يعني كان اخر مسلسل اللي هو الا الدمعة الحزينه، وانت عندك 12 سنه. انت اشتغلتي مع كبار المخرجين، يعني اشتغلتي مع استاذ عاطف سالم، وده تبناكي طبعا. انا عملت عملين مع عاطف سالم، عملت فيلم الحفيد وما دكتر العمر. اشتغلتي مع كان حسام الدين مصطفى؟ اشتغلتي معاه حسام الدين مصطفى مسلسل، وحلمي رفله برضو فيلم، وعلي رضا، ومين تاني؟ اشرف فهمي. يعني مخرجين كبار بيستعينوا بيكي، ده دليل على ان الموهبه كبيره وهم شايفين فيكي حاجه كبيره. ما هما بصي، طالما المخرج مقتنع بالممثل فبياخده ما عنده في الادوار. طب انت لما قررتي انك تبطلي، انا اعرف ان هل في مثلا حد حاول يرجعك، يعني استاذ عاطف سالم اللي كان متبنيكي، استاذ احمد زكي اللي كان يعني علاقته بيكي كويسه؟ هو علاقتي بعاطف سالم كان برضو فعلا حاول هو يرجعني في كذا عمل، بس انا رفضت. احمد زكي وهاله فؤاد برضو حاولوا ان هم يعني يرجعوني ان انا اعمل اعمال معاهم وكده، بس برضو رفضت. ما كانش عندي قابليه ان انا ممكن ارجع. كانت بتربطك علاقة بالأستاذ أحمد زكي ومدام هالة فؤاد؟ يعني كنت أحمد زكي أصلا بلديتي برضه، من الشرقية، وبعدين هو كان بيحبني قوي، وكان كده يعني أنا لما مثلت معاه كان في لينك بيني وبينه كده، فكنت قريبة منه قوي.
واتقابلتي مع الاستاذه هاله فؤاد وكان ليكي علاقه بيها يعني؟ انا ما شفتهاش شخصيا بس هي بعتت لي كتير عشان تشاركيها بعض الاعمال. اه فاكره ايه الاعمال من الاعمال اللي انت اعتذرتي عنها ولا مش فاكره؟ لا الحقيقه مش فاكره. خدتي قرار نهائي وبات ان انت مش هترجعي تاني؟ ولا حتى لما كبرتي فكرتي مثلا تدخلي معهد التمثيل او تكملي؟ لا 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 مش في دماغي.